مره في ماتش من الماتشات كابتن مدحت شلبي كان بيعلق ويقول لك ايه حاجه على الدبله اللي في ايدك. عرضيه عاليه، رمضان يلمس سعيد اهي اهي يا نهار ابيض، وسعيد اهي وهي والهدف. الله الله عليك يا عماد، بوس الدبله يا ابني، طول ما بتبوس الدبله بتسجل. رمضان كابتن مدحت شلبي جبار. جميل كابتن مدحت، جميل في تعليقه. ده كنتوا بقى مخطوبين ولا اتجوزتوا؟ لا متجوزين. لا متجوزين. ده طب وانت يوميها بقى كنت بتبعت لها مسج على طول؟ اه كنت ببعت لها مسج البوسه مع كل جون. ايوه. انت كنت بتتفرجي على الماتشات بتاعت متعب بس؟ اه تقريبا. انت مالكيش في الكوره خالص يعني؟ خالص. بس في نقطه مهمه بس عشان الناس تفهمها يعني. يعني احنا كنا بنلعب الافريقي التونسي، احنا لابسين احمر وهم لابسين ازرق، لما رحنا هناك احنا لبسنا ازرق وهم لبسوا احمر. خلاص يعني. هي الوقت طويل جدا فاكره ان الاهلي لابس احمر، يعني الافريقي التونسي لحد ما تشوف حد تعرفه يعني بس. لازم الاقي حد من اللي اعرفه معاد معدي احمد فتحي اشوف كده. شيف اكرامي بس شيف عشان جول ممكن ما تميزوش، احمد فتحي حسام عاشور وليد سليمان اللعيب يعني هي تعرف كذا لعيب. انت بذلت مجهود كبير عشان تشرح لها كره القدم يا عماد. يعني لا انا فشلت في الاخر برضه. آه فشلت. لا بس على الاقل بقيت اهلاويه يعني. على الاقل يعني على الاقل انتميت لحاجه في الاخر. ما تعرفش حاجه خالص في كره القدم. لا يعني حتى في الفتره الاخيره لما كان في مشاكل وتقول لي يا عماد طب ما تروح الزمالك، لا يا بنتي انت بتهزري ولا انت عارفه انت بتقولي ايه؟ ما مش تقليل خالص من الزمالك، الزمالك نادي كبير ومن اكبر الانديه في افريقيا مع النادي الاهلي، لكن انا بتكلم فكره ان النقله عماد من الاهلي للزمالك صعبه جدا. هي بتقول لي عادي ده شغلك، هي مش فاهمه يعني مش فاهمه. بعد كده لما شافت بقى قلت لها الناس اللي انت بتقولي دول بيحبوك وبيشيلوك فوق راسهم، الناس دي لو انا كنت عملت النقله دي كنت هخسر كتير جدا. بالنسبه لي صعب جدا ان انا يعني كان مستحيل ان انا اسيب النادي الاهلي واروح نادي الزمالك، مش تقليل من نادي الزمالك خالص قد ما فكره ان انا حياتي كلها وعمري كله مرتبط بالنادي الاهلي، فكان يبقى مستحيل مستحيل ان انا بعد كمان اللي شفته من غير النادي والانجازات والبطولات اللي حققتها مع النادي، اللي شفته من جمهور النادي الاهلي ما يستحقوش ولا لحظه ان انا ممكن اخليهم زعلانين. اكيد.